رئيس السيسي يلتقي ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي ويستقبل رئيس وزراء بلغاريا. وزير الخارجية سامح شكري يتوجه إلى الرياض حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى شقيقه الملك سلمان. الحكومة تنفي إلغاء مع أشتكافل وكرامة وتؤكد أنه لا زيادة في أسعار الخبز المدعم والدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية. 12 بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون نهار، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة. جاء ذلك في تصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صباح اليوم. وأكد السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل أيضا اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، والذي وصل إلى القاهرة مساء أمس على رأس وفد كبير في زيارة تستغرق عدة أيام. توجه وزير الخارجية سامح شكري مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين. تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. قام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يرافقه محافظ جنوب سيناء بافتتاح مدرستين جديدتين للتعليم الأساسي بجنوب سيناء، وذلك لخدمة أبناء القبائل بالتجمعات البدوية والمناطق النائية بنطاق مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس، تزامنا مع احتفالات الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانات لدعم مقاومات التنمية الحضارية بشبه جزيرة سيناء. نفت وزارة التضامن الاجتماعي وقف صرف معاش تكافل وكرامة، مؤكدة أنه يمثل محور رئيس لشبكات الأمان الاجتماعي التي تشمل الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وهي فئات تشملها الدولة بإجراءات الحماية الاجتماعية خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن الدعم النقدي يستمر صرفه للأسر المستحقة بإجمالي 2,227,000 أسرة، بما يشمل 9,300,000 فرد، والتي بلغ الدعم المحول لها 1,000,000,000 جنيه تقريبا، وذلك طبقا لبيانات شهر أكتوبر الجاري. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا زيادة في أسعار الخبز المدعم، مشددة على الالتزام بصرف حصة المواطنين من الخبز على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة أو تفكير في المساس به. كما أكدت وزارة التموين أيضا أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إقرار أي زيادات في أسعار الدواجن المجمدة، وشددت على أن أسعار الدواجن ثابتة كما هي بسعر 40 جنيه داخل فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الأماكن الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية. تمكنت الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط جلب كمية كبيرة من المنشطات عبر ميناء شرق بورسعيد. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في إطار الجهود الأمنية لتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد لمكافحة كافة أعمال التهريب، نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس في إحباط محاولة جلب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية عبر ميناء شرق بورسعيد تنسيقا مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك ضمن مشمول حاوية من ملابس وأدوية قادمة من إحدى الدول العربية. نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن وبالتعاون مع أمانات قسم أول ببندر أسوان ثاني قافلة للحزب بأسوان لحضور تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، وهو الحدث الهام الذي تابعه الملايين حول العالم. وكان قد شارك في احتفالية تعامد الشمس على رمسيس الثاني عدد كبير من السياح المصريين والأجانب أمس. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة.